دعا مشاركون في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار بنسخته الثانية إلى تبني استراتيجيات وطنية لحلحلة معوقات تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية وبالأخص في قطاع الصناعة، كما حث المشاركون في جلسة تمحورت حول دور المرأة في الصناعة ومكانتها على ضرورة إعطاء المرأة دورها المناسب للقيام بأدائها في التنمية الاقتصادية على أكمل وجه، مشيدين في الوقت ذاته بالتجربة البحرينية الرائدة في مجال تمكين المرأة في الحياة الاقتصادية وتبوأها مراتب قيادية في كبرى المنشآت الاقتصادية. وقد لفت المشاركون إلى أنه في الوقت الذي ما تزال فيه النساء يمتلكن 10% فقط من الشركات الصناعية العاملة حول العالم، فإن 70% من النساء العاملات في القطاع الصناعي يعملن في وظائف متدنية، مما يدفع الحكومات إلى ضرورة الارتقاء بأداء المرأة الاقتصادي. احنا مشاركة الجمعية تصير سنويا معاهم، واحنا نشتغل كشركاء استراتيجيين مع مكتب الأمم المتحدة اليونيدو. وقعنا اتفاقية مذكرة تفاهم من أكثر من 14 سنة معاهم، فعندنا الكثير من رواد الأعمال اللي تخرجون من برامج اليونيدو ينضمون إلى جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وهذه من أهم أهدافنا أن احنا نطور رائدات الأعمال وسيدات الأعمال. طبعا في عدة تحديات، نقدر نقول تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، تحدي حتى الوقت مع الزمن. يعني احنا اليوم دائما نبحث عن الكفاءات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نكبر ونتطور. يعني انا اتمنى، يمكن مو صح اقول هالكلام، بس اتمنى 36 ساعة في اليوم، لان فجأة نفتح عين نغمض عيننا طاف اليوم كله. فيمكن هاي من اهم التحديات لكثرة المشاغل والالتزامات الموجودة على يعني المرأة بشكل خاص. هذا ويدعم صندوق العمل تمكين حوالي 200 مؤسسة مشاركة في معرض رواد الأعمال الذي انطلق بالتزامن مع فعاليات المنتدى العالمي لرواد الأعمال بمصاحبة معرض استثمر في البحرين 2017، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور رواد الأعمال والمستثمرين ونشاطاتهم المختلفة. المزيد في تقرير الزميل محمد الجيوسي. مع تحول مملكة البحرين إلى مركز عالمي لريادة الأعمال بفضل انتقال النموذج البحريني لتنمية ودعم رواد الأعمال إلى مراحل متقدمة من العالمية وانتشاره في أكثر من 50 دولة حول العالم، أضحت التجربة البحرينية محط أنظار العالم في نجاحها بربط ريادة الأعمال بالتنمية المستدامة وتهيئة جيل جديد من الشباب القادر على ابتكار مشروعات يكون لها أكبر الأثر في إنعاش عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل المنظور. أولاً احنا متشرف كأمم متحدة أن هذا الحدث الكبير بيحصل في البحرين لدعم ريادة الأعمال، لأهمية دور رواد الأعمال في تفعيل أهداف التنمية المستدامة، لأن ربط المؤتمر مع الاستثمار والمؤتمر بأهداف التنمية المستدامة. فليه ده مهم؟ لأن إحنا بنقول إن رواد الأعمال لهم فرصتين، فرصة إن هم يساعدوا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاشتراك مع شركاء آخرين، وفي فرصة إن هم يقوموا بعمل ابتكار جديد، استخدام تفكير خارج الصندوق لمعالجة مشاكل محلية تساعد في حل أهداف التنمية المستدامة. تستشف شريحة من الشباب مدعومين، الوضع ربما يحتاج تحدي، لكن هذا هو التحدي، هاي وقتهم والله يبارك فيكم. رقم اثنين يا أخيك، اللي ألاحظ في نقلة نوعية، هناك تركيز على الآي تي، أشوفه كثير تركيز على الصناعات اللي يحتاج لها المواطن العادي، وهذه كتلة وقوة شرائية قوية لا شك. يعني تعرف بعد الشباب دائما هاي ثمة عوامل كثيرة وراء عالمية التجربة البحرينية في ترسيخ ريادة الأعمال في المجتمع المحلي، لعل أبرزها استمرار صندوق العمل تمكين في احتضان الأفكار النيرة للشباب البحريني وتحويلها إلى مؤسسات تخلق فرص عمل برواتب مجزية للعمالة الوطنية وتمضي قدما على طريق الازدهار. ويمثل المعرض المصاحب للمنتدى العالمي لرواد الأعمال خير دليل على الدعم السخي لتمكين الذي تقدمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تمكين من البداية يعني
بدل ما يعني احنا اكيد قدمنا لهم، بس هم من عندهم بعد على طول في متابعه، على طول في استفسارات ان احنا شنو المساعدات اللي نحتاجها من جميع الانحي النواحي، ان مساعدات ماليه اولا، ماديه، وحتى في الكنكت اذا نحتاج احنا نسوي مثلا ايفنتس، نسوي معارض، نسوي وركشوب حق التعليم، حق مجالات وايد وايد في دعم من 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 جهه تمكين. ونحس يعني احنا تقدر تقول مثل شركة كبيرة كلنا نشتغل في نفس يعني الفيجن هو نفس الشيء في النهاية. فالصراحة أنا أول مرة أشارك هذا المعرض وجدا استفدت، وأتمنى أن أشارك في المعارض الجاية. دعم تمكين ابتدى معاي من البداية واستفدت منه جدا في الدعم المادي والمعنوي بالأخص اللي خلاني أستمر لحد اليوم. المشروع هذه صار لحين 7 سنوات وداش على 8، والتوفيق من رب العالمين. استضافة مملكة البحرين للنسخة الثانية من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار يأتي استكمالا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى في العام 2015، والتي أبرزت مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى النشئ، والتي من شأنها أن ترسخ كذلك من موطئ قدم المملكة على الخارطة العالمية للتنمية المستدامة واحتضان الشباب الطامح للإبداع بعيداً عن الوظائف التقليدية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد جناحي مدير الشراكة المجتمعية بتمكين. مرحباً بك معنا في النشرة الاقتصادية، وبداية هل لك أن تخبرنا عن تفاصيل الدعم المقدم من تمكين للشركات العارضة في معرض المنتدى الدولي لرواد الأعمال من حيث عددها وأشكال الدعم المقدم لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أختي ريم يمسيك الله بالخير عليك وعلى الإخوان المشاهدين ومتابعين برنامج تمكين. طبعا نتاج بسيط وطبيعي لرؤية جلالة الملك والمشروع الإصلاحي اللي بدأ من بدايات هذا العصر الحالي اللي احنا اليوم نعيشه. هذه الفعالية، هذا البرنامج اللي احنا قاعدين ندعمه، أو هذا المعرض، معرض المنتدى الدولي رواد الأعمال، هي فعالية تدعم فيها تمكين حوالي 200 مؤسسة بحرينية مشاركة في المعرض. هدفنا منها إتاحة الفرصة لهذه الأفراد على أساس يعرضون مشاريعهم والحديث بشكل أكبر عن الأشياء اللي يقدمونها. اليوم تتمثل أهمية هذا المعرض في التعريف بمنظومة الجهود الوطنية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والإقليميين. طبعا احنا سعيدين جدا وجود أكثر من 1200 مشارك من خارج البلد. أيضا هذه يعطي إضافة أكبر وأفضل حق هذا النوع من المعارض، أن 200 عارض بحريني ممكن يحصلون أسواق جديدة، ممكن يتكلمون عن الخروج خارج أطر السوق المحلية المحدودة. هذه كلها نتصورها جزء من الرؤية الاقتصادية 2030 اللي تتيح المجال حق المؤسسات الاقتصادية أنها تتوسع. مرة ثانية أرجع، يمكن تمكين أسست لأهداف مرسومة واضحة، أهمها تمكين القطاع الخاص أنه يكون له دور أكبر في الاقتصاد الوطني. ويمكن مساهمة تمكين في دعم أكثر من 45 ألف مؤسسة من تأسيسها وأكثر من 110 ألاف فرد بحريني. هذه كلها نتاج بسيط جدا حق هذه الرؤية الكبيرة اللي عايشتها البحرين اليوم. أستاذ أحمد، ما هي جهود تمكين على صعيد دعم صناعة المعارض والمؤتمرات؟ مهما لا شك فيه أن تمكين تحرص على دعم مؤسسات القطاع الخاص على مختلف الأصعدة بما يساهم في تحقيق التطور الاقتصادي، طبعا بالتماشي مع توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقا لرؤية البحرين 2030. لا ننسى أن اليوم القيادة قاعدة تتكلم بشكل أكبر وبشكل أكثر عن صناعة المعارض والمؤتمرات وأهميتها حق الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق طبعا التمكين ومن فترة طويلة تدعم المؤسسات القطاع الخاص من خلال حزمة من البرامج، يمكن من أهمها وعلى رأسها برنامج تمكين لتطوير الأعمال اللي يتيح المجال حق هذه المؤسسات المحلية أنها تشارك في المعارض، تشارك في المؤتمرات، وتدعم تمكين 50% من التكلفة كنوع من المساعدة ومن التطوير. صندوق العمل بما يرمز إليه باسم تمكين، هذه هدفه وهذه دوره في الاقتصاد اليوم. ما ننسى تمكين أيضا أضافت العديد من الشهادات في جانب صناعة المعارض
لما لهذا القطاع اللي تفضلتي فيه، لما لهذه الصناعة من أهمية، وإحنا قاعدين نجدد اقتصادنا لا سيما مع التحديات اللي قاعدين نواجهها والأهمية الكامنة في تنويع مصادر الدخل حق الاقتصاد الوطني. نعم. بالإضافة إلى ذلك. بالإضافة لذلك طبعا تمكين دائما تقيم الشراكات ذات المعنى، وهذه الفعالية اللي قاعد نتكلم فيها اليوم أو عنها اليوم آسف مع الإخوان في وزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومع الإخوان في الأمم المتحدة سوينا هذا المعرض، المعرض المنتدى الدولي لرواد الأعمال بالشراكة معهم. دائما احنا عندنا أيضا مشاريع وشراكات كبيرة على أساس نقيم معارض متخصصة في مختلف القطاعات. نعم. كلا في حيث الجانب اللي يناسبه ويرمز إليه. أستاذ أحمد جناح، نقدر الدور الكبير الذي تلعبه تمكين اليوم في تحريك العجلة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء عند مستوى 1279 نقطة بارتفاع نسبته 0.19% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,598,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 916,000 دينار تم تنفيذها من خلال 78 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.87% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن مشاهدينا مع إغلاقات البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت معظم البورصات على ارتفاعات متفاوتة باستثناء سوق دبي المالي والذي أغلق عند مستوى 3634 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.3%. أما بالنسبة للسوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 6948 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2%. وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6530 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.25%.